أنا السعودي مدين لك بشكر الحقيقة، وأدري أنك ما تبغى تكلم ذا الموضوع، لكن اسمح لي أني أشكرك وأقول أنك أنت من أوائل الفنانين اللي كان عنده غيرة على المملكة العربية السعودية، وغيرة على من يعني عليها من أي تعدي. فلما صارت في مشاكل بين السعودية وقطر في فترة ما، ليست المشكلة الأخيرة، قررت أنك تقاطع الحفلات الفنية في قطر. وهالمحور كان من أكثر التصريحات تداولا بين الجمهور ليلة أمس، والسبب هو حديث نبيل شعيل عن وجهة نظرة من اللي صار لي أول مرة. بعدين صارت حرب على نبيل، صح، وعلى قولة واحد من ربي قال أنت خسرت كثير. مش خسرت، هذا الله الرازق عند الله، مو عند فلان ولا علان، وأنا قاعد ببيتي يجيني رزقي الحمد لله. وقبل هذا كان علي تنقل بمراحل كثيرة في حياة نبيل شعيل، ومنها اسمه الحقيقي داود، طبيعة شغله قبل دخوله للوسط الفني، وحبه لأبو بكر سالم وعبد الرب إدريس. دكتور عبد الرب إدريس كان يدرسنا السولفيج، مادة السولفيج في المعهد، وكاهو الله يطول بعمره. كالعادة وكما توقعت، يعني حلقة جدا فيها من الأشياء اللي ببحثهم، كانوا ناس محاضرين ما شاء الله عليهم، وأعطوني شوية إحصاءات غريبة ما كنت أعلم فيها. أما المفاجأة اللي كانوا محضرينها فهي صورته برفقة مايكل جاكسون، واللي كان جدا مبسوط بعد عرضها عشان يثبت للكل بأنها حقيقية. هذه وايد قالوا هذه فوتوشوب ركبها، إذا أنا إن شاء الله حادني أركبها، إيش حق أركبها يعني؟ بعدين إذا أركب شيء سنة مو كذي. هذه الله يسلمك، كنا في عزيمة عند الأمير الوليد بن طلال، وكان هو معزوم، فكان في مطربة تغني أجنبية، فقالت له يلا مايكل تعال. تخيل هالشخص اللي خجول كذي صعد على المسرح، تحول إلى وحش. وغير الأجواء الطربية اللي قدمها في الحلقة، أيضا خفة دمه كانت طاغية مثل العادة، وتكلم للجمهور إيش هي قصته مع أغنية سكة سفر اللي غناها في بداياته. هاي سكة سفر ما فيها ثكة سفر. أوكي، يعني كانت علاقة. سكة سفر يعني كانت أمورك سليمة من ذاك الوقت، هالكبر السين لا كان التسجيل ردي يعني. فهذه خلاص طلعت لبستني بقى، ما أقدر أتحكي جايين هنا أوكي. أنا لو أحنا ما عارف نبيل بقعد هنا بقول في شيء. وبالكواليس ما اختلفت الأجواء عن الحلقة، ونبيل كان عنده طاقة كبيرة عشان يكلمنا أكثر عن المسلسلات الرمضانية اللي بيتابعها. دفعت القاهرة، هذا بالوايد المسلسل عاجبني يعني. طريق من السكن إلى الجامعة يستغرق أغنية جبار كاملة بدون مجاملة. المجموعة كلها قوية، كلها مؤثرة، شخصيات، توزيع الشخصيات، هبة حمادة موزع الشخصيات ما شاء الله عليها بطريقة، كل شخصية بحد ذاتها بطل. دور الأعمى ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليهم كلهم أبطال يعني. عمياء الجامعة ما تشوفين ثور هاي يشلع لبودار تطالع قدامك. ويبدو أنه متابع دراما رمضان بامتياز لها السنة، فهالعمل ما كان الوحيد المفضل عنده. من عشاق محمد رمضان، تابع دائما، عنده موضوع يعني أنا أحب الأشياء اللي فيها رجولة، فيها شهامة، فيها كذا. معنا كناس يقولون لا هذه بلطجة، هي مو بلطجة، هذا صورة عامة موجودة يعني. هو بالنهاية ممثل ينقل صورة موجودة في الشارع، موجودة في المجتمع. وبعدين النقد يعني اعتبره من الجهتين مديحة، وهذا يعتبر هو نجاح. اللي حصل وقت هنا ازاي؟ انزلي وغير وقلك بسرعة، انزلي يا أمل ما توقفيش كده، في سبع حيوانات جوه انزلي. والواضح ان علاقته بمحمد رمضان قوية جدا، عشان كذا حب يعبر له عن حبه بهالكلمات. انسان جدا راقي محترم، ويعطي كل إنسان حقه وقدره يعني. حتى لما قلت له، أنا لما أول مرة التقيت وياه فقلت له ما أنا بهذا من كثر ما أحبك، أنت قال لي لا أنت تقيني عيب، أنا أقيلك. وسر هالزيارة صار الكل عارف إيش كانت نتيجتها، وهي غناءه لتتر البداية لمسلسل زلزال بتقوى الدنيا، اللي لاقى إعجاب الجمهور المصري والخليجي. هيت الدنيا حلفة ما تدي مفتاحها لقلبي وشايلة ناس خاينين على جناحها. محمد رمضان صديقي، وكان التقيت وياه في القاهرة بالصيف اللي فات، وصار بيني وبينه كلام، وقال لي على اساس انه في مجال تغني لي التتر. قلت له اكيد، وانا اقترحت عليه يعني بعد، فقلت له خلاص السنة الجاية اللي تحت امرك. فكلمني اذكر قبل رمضان باسبوعين تقريبا، واشي الظهرية، قال لي ألو صاحبي. قلت له نعم. قال لي احنا جاهزين على نفس الموعد؟ على الوعد. قلت له أكيد على الوعد. قال لي تتر. قلت له تتر تحت أمرك، أبعث الشغل وأنا جاهز. لو شراني يعني هتبقي مبسوطة، حكون قدك
والنتيجة الناس حبتها، وما فينا ننكر إنه هالتعاون ما بين محمد رمضان ونبيل شعيل كان كتير مفاجئ. فرمضان ما كان متوقع إنه نبيل شعيل يختار يغني تتر مسلسله، وفعلا كان يعني